ألو، السلام عليكم. أزيف اللون خوتنا الجزائر، أزيف اللون. السلام عليكم. هذه فيما خص واحد كان طرح علي سؤال، قال لي كاسكو فو بونسي جيت صالح اللي تون تخان دو كيما يقول لك جنب ثعلب وجنب ذيب. ألوغ سي فغي، قلت لكم إلى تخاي الثورة تاعنا باسكو إلي تون تخان دو سوفي سون كون سون كون جماعته لي جينيرو اللي حتى ممكن حتى سعيد بوتفليقة وخوته هادو اللي زا برومي لا بروتيكسيون الحاجة كاين هاكا. رامي كي شغل يجيبو بالشعب في الوقت، يجيبو فيه حتى يحتمو علينا الانتخابات وينفذهم هذا بدوي سي كيلكان كي تقرت دا نصها il dit que wa d'origine tugurt maga li tam rasat bala les origines ta hadi li de tugurt tugurt amro ma rah lha lakin nus el medina ta'o nus el medina ta'o hada el nas mashi huma li ghadi yidiru el demokratiya wala w yitabqou el qanun w yakhrajou min el hukm w yitahasbou c'est des gens li ghadi khafou ala maslahatoum ils ont beaucoup volé ils ont pris beaucoup d'argent ki hada بدوي نص الى بلوس دو 15 كيلومتر غير تاع المنزه الترفيه اللي بغى يديره هو ودايره في اسم ابنه ونو سون فيس وداير فما ينيزين تاع طومات الدنيا هذا غير في توغورت سي با كومبيان ارجون الا هاد الناس ما ينجموش يخرجوا من الحكم اوسي فاسيلمون هادو لازم ممكن التصعيد معهم تصعيد لكن بطريقة ذكية بطريقة سلمية حتى لو روحوا الإضراب عام يلفوا كل روحوا لا روحوا له بس كو جنرال هذا ما فهمش روحه بلي الشعب قالنا لا نسامحه لكن هو سيتان لو ما هوش ذكي حرامي اللي فوكسي كما نقول احنا مي لي با سمارت ما هوش ذكي يخمم في المصلحة تاعه وهذا اللي ما يكونش ذكي دائما يخمم في المصلحة تاعه مصلحة تاع أولاده هيتو ويحسب روحه دائما يسلك وهيتو ما هي ما غاديش يسلك لا ولا غير هيك ضر كيما نقولوا حنا يغلط الحبل في على روحه ولا يغفروا له اليوم ما يغفروا لهش غدوة اليوم رانا نقولوا نحاسبوا غير هذا بوتفليقة أو سعيد وخوه ناصر ولا سفخير القرين والناس اللي منيس هذو الخاينين اللي راهم مازالوا في الحكم سي دي فولور سي دي غون فولور وهذو ما غاديش يخلوا الحكم بالسهل يلفون فيغ دي ترافيك لا ما داروا لنا مشاكل وفاني كان حاجة في الناس بديت نقولها الناس تاع قبائل الله يخليكم مشي على خاطر براب vous avez trop duro manifestation non manifestation li droit droit ala khatr rouahkom ala khatr wadhiyat tahkom ntoum raakom nas khadmou and rabab mumkin la yatikom zouj malayen wala hou yedi fi malayer ha rab fihom en france et partout la la machi haka ana ndrbou al jazair ma tkhourtouch manifestation ndrbou ala wahed terfah khouan el chab son garde vol فيهم واحد مزيد ملياردير دو سيت فاسون. المهم خليكم انتوما مع الثورات تاعنا في خوتنا تاع القبائل. عندنا اوبجيكتيف واحد، يسقط النظام. هذو ليتات سي كاع جماعتهم سي دي كلون كونتر كلون، سراقين ضد سراقين. احنا ما همناش، احنا قلنا لي فيسور لو كان يوقعوا فيهم هما كاع بس سي تخي بيان يوقعوا فيهم لي فيسور. احنا باغيين لي فيسيرو كاع في السيستم هذا خامج، لكن انتوما خلوكم متحدين على كلمة واحدة. احنا عنا النظام، مانيش نضربو على واحد ولا على اثنين. نعم، هذا النظام لازم يسقط كامل. هذا يديرها في راسكم وخلوكم متحدين على كلمة واحدة وسلمية سلمية قد ما نجمو. سيلفو ميم كون اونيغا اضراب عام سيلفو سيتي موان نبارالوزوهم قاع وما يخرجوش، ما يخرجون ني لغمينيسخ ني لغوالي، حتى اللي نضاف اللي والي كان اللي نضاف بصح الغالب، ما نجوش نخلوهم يخرجوا يتحكموا فينا، لي مار كل شيء.
ما لازم اللي يبغى يقعد في دار يقعد في دار، بس يخرج راه غير راي شبعوا مقايسة حجرة هكا باش يفهموا روحهم باللي توها. وهذا قايد صالح يصير يزيد يغلظ الحبل على روحه، على الشعب ماشي مغدف، ما تستحمرناش التفاني، انت حمار كبير اي ساي فهم روحك، اللي طونت فهم روحك ولا نطيحك دراع، لا تبغي تطيح دراع تطيح دراع، خليها تفهم الشعب وتعطيه السلطة، وما تخليناش في هذه المشاكل. الجزائر هي تتأخر هكا، انت راك سببها، انت راك تتأخر فيها لأنك انت كعسكري انت في خدمة الشعب، مشي الشعب عسكري يخدم فيك، انت عسكري مكانك الثكنة، سلم السلطة للشعب وابتعد عن السلطة وخليك حرس الحدود، وقلنا لك الشعب يسامحك كاسكو تو فو دو بلوس، ولا كان حاسبوك وحاسبوك وداولك الدراهم مش يطعم لك باباك، سرقتوهم انت ولادك يتو، قانون قانون فوق الجامعة قلنا، لكن ما يحاسبوكش ما يدخلوكش الحبس، تدي لا ريتريت تاعك، حتى لو مثلا يخلولك اموالك معليش، بصح لا ساعدتهم لا ما ساعدتهمش، كلشي تتحاسب كيف كي الاخرين، لا لوا دو سابليكا سورتو الموند من الكبير للصغير، هي هاكا. هاي هذا الميساج غير اللي بغيت نقولها لكم خوتي، وخلوكم سلمية سلمية، وخاصة خوتنا تاع قبايل ما تقسموش لي زيدي تاعكم، حنايا هما ماذا بهم يديروكم هذو ليكو، هذو دي كلون رب راب جماعته، سي دي فولور دو لاغ فاسون كبار، نتوما لا عموا صغار ضربوا على حقكم باش الجزائر تسقم ليكم ولولادكم، ما تضربوش على واحد باش يخرج من الحبس، ولا سي دي فولور ما يهمكمش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام عليكم.